يشيروا ماطور اكس وراح يطلعون هذه الماطور سكوترات ثلجية. بعد عندهم التزلج ان شاء الله. يلا توكلوا بالله، خلي مسافات بيناتكم. يلا لاحق بيهم. الشباب كملوا جولتهم ورجعوا. يا هلا يا هلا بالشباب. يا حبيبي الحمد لله على السلامة. انصحهم يجون. يجون؟ ما بيندمون. ما بردتوا؟ برد والله. برد؟ شو رأيك بالجو؟ أجواء تستاهل. ها؟ أجواء تستاهل. والله؟ تستاهل واحد يتعلم. وأنت شو رأيك أبو طبعا هم ساقوا المطارات أخذاني ثلج. أنتظركم في أرمينيا، أوكي؟ الآن أعتقد الجو حلو. سبعة تحت الصفر. جو ربيعي رائع. شلونكم بارمينيا؟ والله شلون هالاجواء؟ والله بطل يا ابو ماسيس. ما بردتوا؟ والله برد. يا اميت اهلا وسهلا. شرفتونا حبيبي، شرفتونا. مكان طيب وانتم مقصرين. الله يخليك. وتنصحون جماعتكم يزورون ارمينيا؟ والله ما انصحهم يجون. ليش؟ ما انصحهم يجون ابدا ارمينيا. ليش؟ ها؟ ليش؟ لانه ما عندنا هالثلج اصلا. ليش؟ جموسهم برد. السلام عليكم. اصدقاء اعزاء وصلونا من الامارات العربيه واليوم هذه اول جوله لهم بين الثلوج. ننتظركم في ارمينيا. جماعتنا اخذوا عدة التزلج. المرحلة الأخرى راح يصعدون فوق بالتلفريك حتى يمارسوا رياضة التزلج على الثلج. Abraziz.